الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عشرات القرى والأحياء في مدينة القدس منذ عام 48، ومن ثم الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وتهجيرهم إلى مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة. مراسلونا كريستين ريناوي، صالح الناطور وعميد شحادي يستعرضون لنا أبرز محطات عمليات التهجير في الداخل الفلسطيني. عشرات القرى والبلدات المقدسية دمرتها العصابات الصهيونية عند احتلالها غربي القدس عام 48. بعضها اندثرت وأخرى صمدت لتشهد على نكبة الفلسطينيين. أكثر من 100,000 مقدسي طردوا من قراهم بعد سيطرة العصابات عليها ومصادرتها نحو ربع مليون دونم من أراضي 38 قرية على الأقل صارت تسمى قرى مهجرة. رغم مرور 75 عاما على مأساة النكبة، فإن بيوت قرية لفتة القديمة تشهد على وجود الفلسطينيين هنا، فكان تعداد سكانها قبل التهجير الكبير أكثر من 2,200 نسمة. المستوطنات أقيمت على أراضي لفتة وغيرها من أراضي القدس لصالح الاحتلال الاستعماري الذي يدير زمن احتلاله على حساب أصحاب حق، يقولون إنه لا يسقط بالتقادم، بل من تركوا بيوتهم هذه ويعيشون في مخيمات اللجوء في الشتات والضفة وغزة لم تنطفئ جذوة أملهم بالعودة إليها. عودة يتطلع إليها اللاجئون الذين استقر بهم الحال كذلك في قطاع غزة، حيث يعيشون في 8 مخيمات على امتداد مناطق القطاع، وهي مخيمات جباليا والشاطئ ودير البلح والنصيرات والمغازي والبريج وخان يونس ورفح. تقدر أعداد اللاجئين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بنحو 1,700,000 لاجئ، وهو ما يعادل ثلثي سكان القطاع تقريبا. يعتمد اللاجئون هنا بصورة أساسية على خدمات الأونروا. هناك 22 مركزا صحيا تقول اللجان الشعبية أنها تقدم الحد الأدنى للرعاية الطبية. في القطاع التعليمي هناك ما لا يزيد عن 275 مدرسة تديرها الأونروا، ويلتحق بها ما يقارب من 300,000 تلميذ. فصول مكتظة وكادر تعليمي قليل يعمل على فترتين دراسيتين لاستيعاب الأعداد الكبيرة من التلاميذ. يعتمد معظم اللاجئين على المساعدات الغذائية التي تعرف بالكوبونة والمقدمة من الأونروا. عدد المستفيدين يقدر ب1,100,000 لاجئ، وهي لا تكفي احتياجاتهم من الأمن الغذائي. الضفة الغربية وفيها ضعف عدد مخيمات قطاع غزة. في الضفة 19 مخيما، أكبرها مخيم بلاطة في نابلس وأصغرها مخيم العزة في بيت لحم. عدد اللاجئين في مخيمات الضفة 1,100,000 لاجئ، ربعهم يعيشون داخل المخيمات والبقية في المدن والقرى. على عكس اللاجئين في قطاع غزة والشتات، يعتمد اللاجئون في مخيمات الضفة الغربية بنسبة أقل على الخدمات الإغاثية من الأونروا. تعود أصول اللاجئين في مخيمات الضفة إلى مناطق اللد والرملة ويافا وحيفا والقدس وبئر السبع. على قبور موتاهم يكتب اللاجئون أسماء بلداتهم الأصلية التي هجروا منها في النكبة، ويسمون المخيمات محطات انتظار لحين العودة.